الكافيين هو عنصر أساسي بالنسبة لي لأقدر أصور هذا الفيديو، وبنصحكم إنكم تعملوا كباية ونشربها سوا. مرحبا، معكم ريبيكا. الفيديو اليوم انا مش قاعده على الديسك تبعي مثل العاده، قاعده قدام جوارير الميك اب. هيدا لانه اليوم رح كون عم نظم من جديد الميك اب كولكشن تبعي. من فتره انا عملت كذا ديكلاتر للميك اب كولكشن تبعي، بتلاقوا الفيديوز هون، بتلاقوهم بخانه المعلومات تحت. وبلس من اول السنه انا عامله جرور عندي على الديسك، في غراض بيعملوا لي فول فيس اوف ميك اب يلي انا سميته هيدا بروجكت بان، وعن جد عم فرجيكم ابديت كل شهرين قد ايه صعب انكم تخلصوا ميك اب برودكتس اللي عندكم اياهم. وان كيس بتحبوا تعرفوا اكثر عن بروجكت بان وتتعرفوا قديش عن جد التيكس لات حتى تخلصوا عن برودكت، بتلاقوا الفيديو هون، بتلاقوا بخانه المعلومات تحت. فاذا بهمكم تعرفوا كيف رح ارجع نظم الميك اب كولكشن تبعي اللي يعني هي كان بثلاث جوارير، بدي اجرب سيعون هالمره بجارورين، يعني رح يصير عندي هذا الجارور فاضي. هوفلي خليكم عم تحضروا هذا الفيديو. بس ما تنسوا اول شيء اذا حبيتوا هذا الفيديو تعملوا اكيد لايك للفيديو، وتتركوا لي تعليقاتكم تحت اذا بتحبوا تشوفوا هيك قصص اكثر بالمستقبل. وكمان ما تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم، تبعتوا لنا اللينك. وكمان اكيد اذا حبيتوا هذا الفيديو بتحبوا تشوفوا مني اكثر، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتدوروا الجرس تحت، حط كلمه سبسكرايب دائما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل ما بطلع فيديو جديد. واكيد اذا حابين تشوفوني اكثر ما تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام وعلى تويتر، سبيشلي انستغرام لانه انا كثير اكتف هونيك. واذا كان عندكم حيالة سؤال انا دائما موجوده على الدي ام، تجاوبكم قد ما في جرب ساعدكم. وهلا خلينا نبلش اول ستيب، انه نفضي كل هول الجوارير ونحطوه على الارض وبعدين نصور لكم. سو رح بلش باول جارور اللي هو اكثر جارور في قصص بتخوف يلي فيه كل شيء باليتس. هلا انا موست بروبلي رح عاملن لهول القصص كاتينج لانه طبعا يطلع الفيديو كتير كتير طويل، بس وقت يصيروا كل البرودكتس تبع الميك اب على الارض رح اسوي لكم اياها على الارض اوضتي كيفيه. قبل ما بلش نظف الجوارير استعمل هيدي اللي الي زمان جايبتها. سو هيدي مثل شيء بتحطوه بقلب الجوارير ببطلوا القصص يزحطوا عليها، لايك ليترلي الي عندي سنتين وبعد ما استعملتها ولا مره، لانه كل مره كنت بدي اقول بدي نظم الكولكشن تبعي من جديد. انا ام نوت دوينج ات. سو اليوم رح ننظف الجوارير على الاخر، نحطها ونبلش نظبط الجوارير. سو خلينا نكمل شال الاغراض لانه اي هاف ا لوت، ورح تعرفوا بعد ثواني قد ايه يعني ا لوت. ستيب 1 خلصت، فضيت الثلاث جوارير على الارض. سو شايفينهم معربتهم باي كاتيجوري، سو الاي شادو باليتس حط بعضهم، الاي شادو سينجلز حط بعضهم، الليبستكس حط بعضهم، الباودرز، الفاونديشن، اند there's a lot. في سكين كير هون وبراشز، we're gonna go through that. هيدول هوفلي انه اذا فضي عندي هيدا جرور again كل هيدا بده يتنظف. شايفين هيدول الستينز، هلا صار وقت انه عن جد اليوم امكنا deep clean them لانه it needs to be cleaned. وكمان بقلب كل جرور اكيد رح كون عم نظفهم. على فكره هيدا البوكس ما شلتها لانه هيدي فيها كل شيء اكسترا انا عندي من برودكتس، سو الاوفر ستوك تبعي هو هون. سو رح خليها بهيدا الجرور، بس اكيد وقت بدي نظف الجرور رح شيلها لانه بدي احط this one يلي هي ما بتخلي القصص تزحط عندي. So now moving on to step 2 يلي هي تنظيف الجوارير من برا مزبوط وتنظيفهم من جوا، بعدين حتى نبلش نرجع ننظمهم بهول الجارورين وهوفلي هيدا الجارور يصير فاضي. سو خلصت ستيب 2 على الاخر، خلصت تنظيف كل الجوارير. هلا رح ننتقل لستيب 3. اوريدي عملت على اول جارورين، ضل اخر جارور رح افسر لكم شو هي. سو في عنا هيدي البيبر اللي قلت لكم هي لايك فوم، بس بتخلي القصص ما يزحطوا عليها. سو اللي انا عملته فتحت الجارور هيدي اوريدي اخذت لقياسها وقصتها، بس بعد ما حطيتها بثلاث جارور. سو اللي عملته قياست انا الجارور حطيتها لينج فلات، خليت الميل اللي مانا سليبري ميل التحت فتقدر تكون اسهل علي انه انا اقصها، ومركتها بالمقص وين البورد وين بتنتهي وجست قصيتها. وهلا صارت هيدي ريدي انا احطها مثل ما قلت لكم بتالت جارور. باي ذا واي انا ما صورت لكم قصة كيف كانت الميك اب كولكشن تبعي قبل لانه كانت جرصة. خليكم تشوفوا الافتر يلي هو حلو لانه there was a lot كان بده تنظيف و you don't need to see that. هلا خلينا ننتقل لستيب 4 يلي هي انا كيف رح نظم الاغراض بقلب جوارير. again انا كان عندي ثلاث جوارير مليانين ميك اب، شلت منهم كثير اغراض، هلا بدي اياهم يصيروا جارورين. رح خلي هذا الجارور اول جارور hopefully يكون هو يلي فيه البراشز وكل شيء سكين كير. بدي احكيكم هلا كيف بدي ضبطي بهول القصص. اول شيء في عندكم هيدول يلي هن سيبريتورز بتشترون، هيدول بتلاقون على علي اكسبرس، ذيز اي جوت ذم فروم علي اكسبرس. في ركبهم مثل ما انا بدي، سو في اعملهم القياس اللي انا بدي اياه. سو انا عملتهم لايك كيوبز واخر كيوب مخليته يكون كبير، اوكي ذس وان
اوكي سو هيدا اللي انا كنت عم حط فيه الليبستكس تبعي، هيدا رح ضلني استعمله الليبستكس بس مطرح منه كبير لحط فيه اذر برودكتس لانه بدي استفيد. قبل كان هيدا مليان اجان مليان ليبستكس وقتها قبل ما اشيل قبل ما اعمل ديكلاتر تبع الليبستكس تبعي. سو هيدا از ا جريت واي تو ستور يور ستاف لانه بضلهم واقفين محلهم بقلب هيدول السيبريتورز. واجان فيكم تراكلجون على القياس اللي انتم بدكم اياهم. ماني ذاكره اذا شايبه 1 باك اور 2 باك، اللي انا عندي هون 2 4 6 8 عندي 8 اي دونت ريمبر اذا كان 1 باك اور 2 بس هدول عن جد كثير حلوين وملايابل اوكي فلكسيبل سو ذي ار ريلي جود. انذر واي تو ستور يور ستاف هن صراحه اذا عندكم جواليري غمق مثل جواليري هن الشو بوكسز سبيشلي الساندلز تبع الساندلز تبع الصيفيه لانه بيجي قياسهم بيرفكت وفيكم تشوفوا القصص من فوق. سو ذيس از ا جريت واي تو ستور يور ستاف. اجين كمان في عندكم هدول الويز يلي هن هيدي علبة بورتموني اوكي والت. سو از يو كان سي قياسها كثير حلو. حطيت بقلبها كنيناكس، هيدي اللي انا رح استعملها حتى احط الاقلام تبعي. كمان another way for you to store your product بطريقه كثير حلوه، this is an example بس حيالله شيء بيوصلكم فيكم تعملوها هيك. كل sponges اللي بيجوا بقلب هيك container I'm holding the one تبع ساموا فيكم تفتحوها وفيكم to store your pencils مثل العادة. إذا بتحضروني معودين علي بتعرفوا أنا بوقع كل شيء، بس فيكم to store your pencils this way. Again إذا عندكم جوارير غمق، إذا لا you can store them بقلب هدول العلب هيك you can see them lying flat. نفس الشيء بينطبق كمان إذا بتحبوا وعندكم جوارير غمق فيكم تستعملوا simply الكبايات البلاستيك. كبايات البلاستيك هنا احلى حل. في كتير ways for you to store your products بطريقة كتير حلوة. So now I'm gonna move on to step 5 يلي هي actually organizing الاغراض بقلب جوارير. again اصعب شي عم بيكون عندي انه خلي هيدي تهدى محلها لانه عم تضلها تبرم. So رح بلش حط الاغراض فوقها لانه I want it to stay in place hopefully. بس خلص اول جرور يلي هو اخر جرور تحت this one ما بعرف اذا شايفينه عم علي كانه زعلت رح بتشوفوه. Anyway هيدا الجرور اللي هون يلي you cannot see بس ايدي عليه، هيدا اول جرور رح جرب عربه، هيدا رح احط فيه كل شيء لبستكس and hopefully يساعد كل شيء اي شادوز يا رب. يلا let's do it. So بعدني مخلصة تظبيط هيدا الجرور. It is so satisfying كيف كل شيء منظم و I can see everything. هلا رح فرجيكم بس خلص الثلاث جوارير ما رح فرجيكم هلا بس حسيت انه خلص تلفت وليكوا شكلي. So رجعت سخنت الكافي بالمايكرويف. I needed coffee the other way and I need chocolate. So I'm gonna taste لأول مرة this one من غندور يلي هو جديد اسمه كريف يلي على البندق. أنا جبته في ثلاثة flavors بدون بندق شوكولا وحليب. So غندور Lebanese brand in case you wanna support a Lebanese brand a Lebanese company مشاهدة كتير لبنانية buy غندور. يارا makeup monkey does work in غندور. So هيدي دعاية لغندور لأنه again it is a Lebanese brand that I absolutely love. الطربوش هو ذكرياتنا كلنا تبع الطفولة. It's really good. I think حقه 750 مع الفاتورة تبع السوبر ماركت. كنت عم بحضر يوتيوب فيديو وطلع عندي دعاية بأول يوتيوب فيديو. So كنت اليوم بالسوبر ماركت قطعت عن جد اتقصدت روح ونبش على الكريف. جبت الشوكلت جبت البندق بس قررت ذوق اول شيء البندق. سوبر طيب. I'm not gonna do any cuttings بهيدا البارت تشوف ماي رياكشن. سوبر جود. سو رح خلص هلا الكافي مع الشوكلت موف اون على تاني جرور وهوبفلي يكون مع مني بحاجه لتالت جرور تحت احط فيه كل شيء سكين كير brushes و sponges و هالقصص. So let's do this. نخلص هيدا ونكمل البقوي بلكي فرجيكم the final look كيف صاروا الجوارير لأنه this one is so satisfying. again and again رح ضلني اعرف لكم it's so satisfying بالنسبة لإلي كيف صار كل شيء منظم بقلبه. So the excitement level بالنسبة لإلي هلا up to the roof لأنه I was able to fit my whole makeup collection بجرورين. So I have one extra حطيت فيه my skincare يلي already فيه كنت زبطها وضيقها وحطيت فيه extra brushes ولحط فيه كل شيء extra containers مثل هولي. So هدول رح نضيفهم كتير منيح لأنه هولي كنت أنا مستعملتهم قبل وبعدين بدي أحطهم بالجرور. So هلا
We're gonna move on from here. فرجيكم كيف صار الجوارير. Again, sorry لأنه ما فرجيتكم the before, بس لأنه the before كانت مصيبة. And I don't wanna that to be online. إلى أبد الأبدين عالم تشوفها وتاخذ عنها هيدي الفكرة. بس again, لأنه I was always having new products وارجع شيلون وارجع حط وارجع أعمل declutter وارجع استعملون وهول قصص كانوا all over the place. So that's why لبسين تبع عم بينوي. Anyway, عم بينوي بده ياكل بس أكلته هونيكي. بس أنا اللبسين اللي عندي إياه هو منحنا منسميه بالبيت مسيو كافيار, لأنه إذا أكلته ما بردوا بالطريقة اللي هو بيحب ما بيكلون, أو إذا ما كانوا سخنين بالطريقة اللي هو بيحب حسب الأكلة ما بيكلون. So anyway, probably لح يروح ياكل. Anyway, خلينا نكمل هلأ فرجيكم. I'm super happy about how it turned out. وعن جد هلأ proudly I can show you my makeup collection. I can do a full on video about that. إذا بهمكن تشوفوا my makeup collection بالتفصيل حطوا ليها بخانة التعليقات تحت, أنا will make sure إنه أنا صورلكن إياها. So now هني فرجيكم الجوارير كيف صاروا. So هيدي هي لحظة الحقيقة. أول جرور صار فيه البراشز تبع زيادة, الأولز اللي أنا جايبتون, السبونجز just in case كنتوا makeup artist بحياتكن أو كل شيء. You must have a lot of these sponges يلي هني one time use لأن هول هن نحنا كنا نستعملهم على الزبونات قبل ما يكون في شيء اسمه beauty blender. I have a lot of masks so صرت شايفتهم and my night time skincare routine. بقلب هيدا العلبة في كل شيء extra من هيدول العلب تبع sponges اللي بيكون أنا بستعملهم كرمال ضبط فيهم الأغراض. وهلا تحت فرجيكم كيف صاروا جوارير الميكاب. I'm very very happy. للي ما بيعرف أنا شخص I'm a visual person, so إذا بشوف بستعمل, ما بشوف ما بستعمل ميك اب برودكتس تبعي. سو هيدا هو اول جرور. رح بتلاحظوا اول شيء في هيدي العلبه هون اللي قلت لكم فيها كل شيء عندي اكسترا. سو ماي فيفرت كونسيلر في عندي اكسترا وان, ماي فيفرت لاش جلو في عندي اكسترا وان, عندي اكسترا لاشز. ذس از ماي فيفرت ماسكارا اوف اول تايم. اكسترا لاشز قلت لكم اكسترا ماسكاراز. ذس از ماي فيفرت ماسكارا اوف اول تايم. عندي اكسترا لاشز, عندي اكسترا باودر, كل هول قصص هن هون. Okay, so هوني في عنا كل شيء regarding eyelashes. مع إنه I don't wear a lot of eyelashes وهي دوقت. في عنا هوني البالت تبع الميكسينج بالت تبعي. هوني عندي الكونسيلرز, هوني عندي my liquid highlighters, هول البرونزرز, البلاشز, كل شيء خاصه بالبراوز. لا سوري, هيدول اللي خاصهم بالبراوز. هيدا على فكرة هي علبة للبونبون, هوف اللي اقدر افتحها بايد واحدة بس. حاطة فيها هلا انا an extra pair of lashes. هلا ما رح تفتح, نظفتها كتير كتير منيح وحطيت فيها extra pair of lashes من هيدول تما ردهم على هيدي العلبة. سو حطتهم هون وقت بدي استعملهم. في عندي هيدول الجايدز كرمال الحواجب. سو عندي هول التو براو برودكت. عندي هون a lot of eyeliners. هيدا يلي بتحطوا له مي بصير اي بلاك ايلاينر, وهول ايلاينرز من اسنس كتير بحبون. ما عم كبون قصد لانه ناطره حتى انجلوت يلي هو ذا فيفورت ايلاينر عندي. في عندهم شيء اسمه جيرالين يلي هو مثل ليكويد بتحطوه على البرودكتس تبعكم and you can use them again. سو هول احلى ايلاينرز كانوا افوردبل بس للاسف نشفوا. انا مويتينج حتى انجلوت يرجع يجيبوا الجيرالين تحت. جيرالين اسمه جيرالين شو هالنوع حتى اقدر استعملهم هيدول لانه عن جد they were very good. هلا بننتقل لهون. هون في عندي هايلايتر باليت, فيس باليت, فيس باليت, بلاش باليت, a lot of highlighter palettes and I can see everything. هون عندي my high end highlighters, my drugstore highlighters, وهون عندي two blush palettes وهيدي a face palette. I can see everything. So وقتها بدي افتح الجرور اذا بدي استعمل شي جديد I know where it is. في عندي هيدي اللي هي creamy product اللي هني correctors. عاملة فيديو عنا اللي حطولكن اياها هون وبيخانة المعلومات تحت. وهون عندي all of my eyeliners ان كانوا glitters مثل هولي I can see them. حطتهم بالقلم تشوف الالوان. عندي هون black and white eyeliners. هون عندي all of my colorful liquid eyeliners. هون عندي all of my pencils. I can see them loud and clear. هون حطيت الفاونديشنز تبعي. هيدا يلي بنمزجه مع الفاونديشن تحت يغمق الفاونديشن تبعكم. سو فيكم تجيبوا one foundation وهيدا وتستعملوا the same foundation بالصيفيه وبالشتويه. سو تنرجع نرده محله. هون I have my primer الزياده. All of my primers هن البقوي بالجرور تبع البروجكت بان. هون عندي كل شيء كريمي كونتور and all of my powders are here. So I'm very excited about that. وهلا الجرور يلي هو so satisfying بالنسبه لي يلي هو فيه
كل شيء البرودكت وكل شيء اي شادوز اند ماي سيتنج سبريز. سو هون عندي كل شيء ارتستيك حطيتهم هون. سو هدول ما بستعملهم كثير, سو كرمال هيك حطيتهم باخر الجرور. هون اول اوف ماي سيتنج سبريز. في عنا هيدي القنين تبع الروست او تبع فيل 22, عبيتها من هيدي سيتنج سبراي تبع فلاور بيوتي لانه للاسف المرشح تبعها انتزعت. سو اي وانا يوز ات بالبروجكت بان بس تخلص اللي انا حطيتها هلا كرنتلي تبع ماك, بس تخلص لحط هيدي. سو اي نيد ضل هيدي موجوده توقتها ما بدي احكي عنها لكم اي وحده انا عم بستعملها. سو هون عندي all of my eyeshadows and this is so satisfying بالنسبه لي لانه I can see loud and clear شو عندي. What I can see, I can use. What I cannot see, I cannot use. رح ننتقل ضلنا بالآي شادوز أو كل شيء خاصه بالآيز. هون في عنا هيدي الباليت المينية اللي من سماش بوكس, كنت أخذها معي وقت أسافر. This is the best matte neutrals. Okay, بتعقد. So I always keep it here لأنه أنا بدي أشوفها. عندي هون سينجل آي شادو من باد هابت, حدا جايب ليها معه من برا, وهيدا كولر بوب كان كادو من هدى على عيد ميلادي. عندي ماي استي لودر سينجلز, عندي هون تولوس اي شادوز, وبلس هون عندي ماي سينجل اي شادوز تبع اسنس يلي هن المالتي كروم يلي انا كثير بحبهم. اي كان سي لاود اند كلير شو هن الالوان, سو اي كان يوز ذم. وبلس كل اللوس اي شادوز تبع جولدن روز يلي انا كثير بحبهم, I can see them هون الألوان so I can use them. هون في عنا all of my Stila liquid eyeshadows يلي هن بعقدوا glitter and glow. So عندي هون 6 minis and 1 full size. هون عندي 2 creamy eyeshadows من Maybelline, وعندي هيدول 2 liquid eyeshadows, واحد من Essence اوكي والتاني هو من بيوت نايتهم كتير بحبهم. So I wanna see them. هون في عندي كل البلاينرز تبعي, هيدي الباليت اللي انا عندي اياها الوحيده and this is a lot يعني. سو في اعمل اللي بدي اياه using this palette so it's very good so I can see it so I can use it. هون عندي 2 extra eyeshadows مساعوا هون لانه هيدي كثير طويله, سو اذا بحطها هيك ما بقى بيسكر الجرور, سو حطيتها هون with an angle حتى تزبط. وهيدي من نيكس كثير بحبها, الهايلايترز والبلاش تبعهم بيعقدوا. Let's move on to here. هون عندي all of my like lip crayons. هون عندي all of my drugstore liquid lipsticks I don't use a lot. هون عندي كل شيء lip creams, عندي 2 كمان هيدول drugstore. هون عندي بهيدول 2 cases all of my drugstore lip glosses. هون ننتقل all of my high end lipsticks, all of my high end lip glosses, all of my high end liquid lipsticks. هون عندي lipsticks drugstore بس ملونين, هون lipsticks drugstore بس نيود, وهون my favorite drugstore lipsticks bullet lipsticks. So as you can see هيدول هن الميك اب كولكشن تبعي, صاروا again محصورين بجرورين, والجرورين are very satisfying بالنسبة لي. افتحهم شوف كل شيء اقدر استعمل منهم what I need. بتمنى يكون عجبكم هيدا الفيديو بأي طريقة. أنا رجعت نظمت الميك اب كولكشن تبعي. أكيد أنا عم فاجئكم هيدا الشيء, مش معناتها أنا عم شوف حالي عليكم أو عم شجعكم يكون عندكم ميك اب كولكشن قد إيه. بليف إت أور نوت, أنا قبل 3 جواري كانوا مفولين كل الميك اب, وعن جد عم جرب خفف من الميك اب كولكشن تبعي لأنه I wanna use what I have. وبتمنى أوصل لمطرح عن جد تشيل الميك اب كولكشن تبعي عن جد أصغر من هيك بكتير يعني جرور واحد. Hopefully I'll get there, بس رح تاخذ معي كثير وقت لانه انا الي اكثر من 10 سنين بشتري ميك اب نون ستوب وبيصير لي كثير برودكتس. Anyway, اذا حبيتوا هذا الفيديو واستفدتوا من القصص يلي حكيتكم عنها تتنظموا الميك اب كولكشن تبعكم اكثر, بليز ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو, اكيد اتركوا لي تعليقاتكم تحت اذا بتحبوا تشوفوا هذا الشيء بس على غير قصص, يعني انا عم ضبط بغير قصص صور لكم هذا الشيء, I don't mind it. وبلس كمان اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تشاركوا مع رفقاتكم, تبعتوا لهم اللينك لانه your likes, your comments, your shares كثير بياخذوا معكم وقت قليل ثواني بس بالنسبه لي كثير بيساعدوا my videos and my channel, وانا من قلب قلبي بشكركم على هذا الشيء. كمان اذا حبيتوا هذا الفيديو بتحبوا تشوفوني بالمستقبل وتشوفوا كل الفيديوز اللي بطلعهم ما تنسوا تكبسوا على كبشه السبسكرايب تحت, وحط سبسكرايب رح يطلع لكم جرس, ضو هذا الجرس واكبسوا على اول نوتيفيكيشن تدايما يوصلكم معلومات من يوتيوب اي متى انا عم طلع فيديو جديد. Just in case انتو جيد, انا كل نهار خميس دون استثناء ما بقى في ولا خميس عندي a new youtube video, و probably بيكونوا tutorials و
وريفيوز وكتير قصص related to makeup و plus sometimes نهار السبت طلع لكم an extra video مثل ما صار اليوم. So إذا بتكبسوا على all notifications بصيروا تعرفوا بكل الفيديوز اللي أنا بطلعهم بالمستقبل. كمان إذا بتحبوا تشوفوني أكتر ما تنسوا تعملوا follow على Instagram وعلى Twitter, especially Instagram لأنه ما بقى في نهار ما بطلع بحكيكم على stories, plus I'm very active there, بنزلكم post every single day, so تزهقوا مني على الاخر. وبلاس اذا كان عندكم حيلة سؤال انا دايما موجودة على الدي ام, استجيبكم قد ما في جرب ساعدكم. كل المعلومات الخاصة فيه بتلاقوها بخانة المعلومات تحت. وبلاس كتير فيديوز انا عملتهم, اذا بتحبوا تتسلوا تحضروا شوية فيديوز تتعلموا اكتر شوية عن الميك اب وتتعرفوا علي اكتر, رح بتلاقوهم كلهم بخانة المعلومات تحت. ثانك يو كتير اذا حضرتوا هيدا الفيديو للاخر. اذا حضرتوا هيدا الفيديو للاخر قولوا لي, اكتبوا لي بخانة التعليقات تحت اي اكتر شوكليت انتم بتحبوه. ما تكتبوا لي my favorite chocolate is, اكتبوا لي اياه بقلب جملة لانه بدي اعرف عن جد مين اللي عم يحضر ماي فيديو للاخر. وقلكم thank you من قلبي لانكم ما عم تقفوا لدي اعمل فيديو. I love you all, وان الله راد انا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.